السلام عليكم شبابنا، اخباركم ايه؟ زي ما وعدتكم طريقه سهله جدا ان شاء الله تساعدكم، وخاصه الطلبه اللي ما عندهمش حصيله لغويه في ان هم يحلوا الكومبريهنشن. عاده اول سؤال بيتكلم على سيتبل تايتل، عنوان مباشر للقطعه او عنوان مناسب للقطعه. اقرا العناوين الاول: سان ويفز، فوكال كورز، ايكولوكيشن ان باتس، سترينث اوف ذا ايكو. العنوان الرئيسي للقطعة غالبا ممكن يكون متكرر أكثر من مرة في أكثر من باراجراف. أنا لو جيت أدور تقريبا كلمة ساوند ويفز دي ممكن ما تكونش موجودة إلا مرة واحدة، الفوكال كورد مش موجودة إلا في باراجراف واحد، والسترينز أوف ذا إيكو مش موجودة إلا في باراجراف واحد. يبقى أنا عندي هنا السي، نجيبها منين؟ شلون أهو أنا قرأت، وأنا بقرأ دلوقتي لقيت هنا إيكولوكيشن، أدي هنا في الباراجراف التاني إيكولوكيشن، في الباراجراف الأول التاني والتالت كلوكيشن، في الباراجراف الأخير. تأكيد طبعا هو ده الموضوع الرئيسي. طيب ذم تعود على مينو، تعود على الباتس. شلون عرفت؟ أنا هقرأ الأول هنا الباتس ولا دولفين ولا أنيمالز ولا ويلز، أداة الضمير ذم أنا هقرأه من بداية الجملة، لازم أجيب الجملة من أولها، لأن الضمير أكيد طبعا اللي بيعود عليها هيكون قبله. طيب مش لاقي حاجة هنا من اللي موجود، أجيب الجملة التانية من أولها. The collocation allows bats. أيوة حصلنا، فاخترنا هنا الباتس. طيب الأسئلة اللي بعدها بيقول هنا الباتس have many distinctive features. شنو الحاجات اللي بتميزهم؟ هل هما مثلا thinking about listening ولا using very low frequency ولا flying at night and are nocturnal creatures ولا being more active at midday؟ طب انا شفت الاختيارات كده، هروح اشوف اللي مميزهم ايه. اجي اقرا هنا في القطعه كده واشوف، اطلع مثلا هنا مثلا واحد فين واحد فين. اهي الباتس ار، اهي الباتس are nocturnal which means they are most active at night. يبقى هي دي نفس الإجابة، flying at night as they are nocturnal creatures. تمام. طبعا ممكن المشكلة تواجه البعض إن يحاول يعرف معنى الكلمة pounces off. أنا قرأت الكلمة، أنا عارف إن pounce off يعني يرتد، أو يعني كأنه يضرب الصوت مثلا، أو صدى الصوت بيضرب hits، فدي يعني تحتاج انك تكون عارف معنى الكلمة. نشوف اللي بعدها. not true not true، يعني عايز الجملة اللي مش حقيقية. كل الجمل ده هي لما قرأتها لقيتها مذكورة، الجملة الأخيرة دي لما قرأتها is sound of object prevent. prevent هنا معناها بيمنع، يعني sound of object الصوت بتاع الأجسام بيمنع الباتس من إن هم يحصلوا طعامهم. طب تعال نشوف كده، نشوف لو انا قرأت من هنا الساوند اهو، انا هدفه ايه او الهدف منه؟ This is important because it helps the bat to find insects to eat. شلون يعني؟ هنا الانسكتس اللي هي الحشرات اللي بياكلها ده الطعام بتاعه، يبقى دي الجملة غلط طبعا، مش بتمنعه، لا ده بتساعده. طيب الأسئلة المقالية: What kind of sound، نوع الصوت sound، collocation اللي بيستخدموه، شنو نوع الصوت؟ نوع الصوت sound بيستخدموا صوت ايه يعني؟ طيب نشوف كده، نوع الصوت اللي بيستخدموه. فأنا بحاول أطلع الإجابة على نوع الصوت. What kind، هل هو مرتفع بسيط قوي؟ They all use very high frequency sound. sound high frequency يعني تردد عالي، sound تردده عالي، يعني هنا sound نوع الساوند، high frequency تردد عالي. طيب السؤال اللي بعده: Where are bats mostly found، المكان يعني بيسأل عن المكان، غالبا هنلاقيها في أول القطعة لأن دي بتبقى في المقدمة.
الباتس كان بي فاوند. ها شفتوا يا جماعة، في أكتر من إجابة هنا ودي بدايتها الصحيحة. طيب in what way can a volume، حجم الصوت يعني نوع الصوت sound around the bats beneficial. كلمة beneficial دي لو عرفتها إن هو مفيد، شلون مفيد؟ أكيد مفيد لأنه بيساعدهم إن هم يحصلوا طعامهم، دي مرت علينا قبل كده. It's important because it helps the bats find to eat أو find insects to eat، يعني الطعام find their food. طيب اللي بعده how can the bats tell accurately where an object. الأوبجكت هتلاقيها موجودة، المكان تحديد أماكن الأشياء شلون. طبعا هي يعني لو هنقول بالعربي مع بعض دي من خلال تردد الصوت، لأن تعال نشوف كده bounces off any object، يبقى اهو بيستخدموه، يبقى دي الإجابة هنا. يبقى هنتكلم على this means the sound waves move quickly. بعد كده the energy of the sound waves goes out in front of the bat and bounces. دي الطريقة اللي بتساعدهم، دي الإجابة. ال object bounces off any object there. It creates a ringing sound that returns back to the bat. دي اللي بتساعدهم طبعا. يبقى دي الإجابات بشكل مباشر. أنا كده ما قرأتش القطعة وقدرت أجاوب عليها بدون ما يكون في أي complicated. تحياتي لكم.